بسم الله والصلاة والسلام على مساء الفل. النهارده ان شاء الله معانا متسوبيشي اكسباندر 2021. بسم الله عملنا فرش بيج فاتح قطر بنت بيج، تصميم الفابريكا مفيش فيه اي ديزاين، لا خياطه بالكمبيوتر ولا اي مكنه عاديه حتى ولا اي حاجه خالص. عملنا الارضيه جلد، صاحب العربيه عايز فرش لون واحد، نفس الخيط نفس الديزاين نفس اي حاجه، مفيش فيه اي لعبه خالص. اتفرج بقى واستلم. طبعا باكد على نقطه ان الفرش الاصلي ده كان تحت ده، وقت ما تعوز تشيله هتلاقيه سليم زي ما هو، ما بنقطعش الفرش وما بنخرمش بفضل الله، بنحافظ لك على الفرش قبل ما بنديك فرش جديد. دورانات باكد عليها، مفيش خيط معوج، مفيش كشكشه، مفيش كرمشه، مفيش اي حاجه من الحاجات دي بفضل الله. عشان كده بجيب لك دوران دوران واسلمك العربيه كانها قدامك، برضه هلف لك وهفتح لك الباب اللي ورا. بسم الله، نفس الكلام دوران، لازم الخيط يبقى ما شاء الله كده مسطره، المخدع، فتحات الحزمه، كل حاجه على وضعها. نفس الكلام الدوران والخيط، الكرسي الخلفي برضه فتحات الحزمه بتاعته بقيت مكانها، البونت بتاع المخادع، كل حاجه ما شاء الله تبارك الله، ربنا يبارك لصاحبها يا رب. بص حتى ماكينه المخدع والحزام، طبعا انت اختار اللون اللي انت عايزه ايا كان اللون ايا كان الديزاين. احنا علينا الفينش، التقفيل، الغرزه، التفاصيل الصغيره بنهتم بيها اهم من اي حاجه. والله دوران نفس الكلام اهو. بص انا بقول لك تتفرج على ايه، الحاجات اللي بتقرف في الشغل بجيبها لك وبركز لك عليها، بالذات لو الفرش والخيط نفس اللون، فلو في عوجه في الخيط مش هتبان لان الخيط لونه مش مختلف، انا بركز لك وبزوم لك بخصوص التفاصيل. برضو لازم المسافه دي تبقى قد المسافه دي، نص على النص، حاجات صغيره كده هي اللي بتحل الشغل. بص ما شاء الله تبارك الله، اسف لو طولت عليكم. السوشي اكس مندر 2021، فرش بيج ساده، ارضيه اسود. اتمنى تتابعونا على طول، ما تزوش مننا. اشكركم شكرا جزيلا، السلام عليكم.